اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا كلنا عارفين النهارده كان في مؤتمر صحفي مهم جدا لتقديم المدير الفني البرتغالي ري فيتوريا واللي هيقود منتخب مصر خلال الاربع سنوات المقبله. كلام مهم جدا وتصريحات مهمه من ري فيتوريا، نتابع في هذا التقرير. اولا الف شكر للجميع، لكل الناس اللي هنا. طبعا جينا وصلنا. Obrigado a toda a comunicação social. أشكر por estar aqui كل الهيئات اللي موجودة هنا، التصوير. Para mim é um prazer ver esta sala. بالنسبة لي ده فخر كبير إن أنا أكون موجود com esta هنا. Com esta dimensão e cheia de مع الجميل المليان بالشباب. Neste meu primeiro dia. في أول يوم ليا. E podermos levar. وطبعا احنا ممكن نمسك ونطلع toda a parte do mundo. لأحسن حاجة في العالم. Eu tenho que falar devagar que é para nós irmos começando هنتكلم بالراحة شوية علشان نقدر نفهم بعض. Para mim é uma honra e é um privilégio estar aquí. بالنسبة لي ده حاجة جميلة جدا وإن أنا فخور إن أنا موجود هنا. Agradeço o convite. بشكر طبعا muito, e sou muito grato. إن أنتوا قلتوا لي إن أنا لازم أجي وأنا مبسوط جدا. Pessoa do senhor Azam Eman. ومبسوط جدا من كابتن حازم، ومبسوط ان انا اتعاملت مع حد كويس جدا زي كابتن حازم. Na forma como transmitiu as ideias e como بالطريقه اللي قدر يوصل لي الطريقه والرساله. Demonstrou que queria que nós viéssemos para cá. وقدر يوصف لي المشروع ان احنا نقدر نيجي هنا مصر. Estou muito grato por isso. اشكركم جدا على كده واشكر جدا. E venho com uma enorme ambição, com a noção clara que estou à frente de um país que adora futebol. واكبر حاجه بالنسبه لي ان ده تحدي كبير جدا ان انا هاجي لبلد بيحبوا جدا كره القدم. Que respira futebol. بيتنفسوا كره قدم. Milhões e milhões de pessoas que vão estar de olho em nós. ملايين ملايين من الناس اللي هيقدروا يدعمونا. Mas como em todos os projetos onde eu entro. بس طبعا زي كل البرامج اللي احنا بندخل فيها. Faço sempre com enorme paixão. في المشاريع دايما بنشتغل بكل ما احسن معنى. E com enorme profissionalismo. وبكل البروفيشناليتي وبكل الشفافية. Porque essa foi a imagem de marca desde que eu comecei a treinar. الايمج بتاعتنا او الصوره الكبيره بتاعتنا وهي ديت الماركه المسجله بتاعتنا احنا ازاي مش فقط ان احنا ندرب. Tenha noção clara do que é que vamos ter nos próximos 4 anos. عندنا ميشن، عندنا طريق، الطريق دوت ظاهر ان احنا لازم نوصل لحاجه كويسه. Desafios difíceis, mas muito aliciantes. تحديات صعبه مظبوط بس كلهم نقدر نسهلهم. E o que eu vos quero dizer para terminar esta primeira intervenção? واللي أنا عايز أقوله في آخر كلمتي. É que eu vou ser a partir de hoje, já fui antes deste momento. إني هكون من النهاردة ومن قبل كده. A partir de hoje. من النهاردة. Um egípcio no meio de vós. مصري منكم. Irei ser o primeiro que quer que venham todos atrás de mim. وهكون محتاج إن كل المصريين يكونوا ورايا. Tenha noção que para se conquistar alguma coisa na vida. أنا عندي أمل إن أنا دايما لازم أوصل لنقطة في حياتي. Nunca trabalhamos sozinhos. ما فيش حد بيقدر يشتغل لوحده. E portanto, mais do que vir aqui, uma pessoa de fora. وطبعا كشخص من برا البلد يوصل لهنا. Eu serei um de vós. هكون واحد منكم. E aquilo que pretendemos é que todos juntos. وكل اللي أنا بأمله إن احنا كلنا نكون ايد واحدة علشان نوصل للنقطة اللي احنا دايما محتاجينها. بس كلنا دايما لازم كلنا نكون مبسوطين، لازم كلنا نكون فخورين ان احنا مصريين، ان احنا بنمثل بلدنا بطريقة كويسة، بطريقة حلوة، بكواليتي كويسة. Porque é aquilo que eu acho que nós devemos fazer. لأن هو دوت اللي أنا أظن إن احنا لازم كلنا إيد واحدة نعمله. Obrigado pela recepção. أشكركم جدا للريسبشن الجميل. Vamos ao trabalho, que é aquilo que agora interessa. ويلا بينا نشتغل علشان نعمل حاجة كويسة إن شاء الله. أهلا بحضراتكم من جديد، وتصريحات مهمة جدا من روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي لمنتخبنا الوطني. طبعا